صباح الخير عليكم جميعا، يا رب امور كلها تبقى طيبه كده وبخير، ويبقى يوم سعيد على الجميع. كنت عاوز اتكلم على حكايه مهمه جدا جدا، اسمها حكايه الكلب. حكايه الكلب دي بجد هي حكايه واقعيه، يعني مريت بيها عادي. انا بني ادم عايش في مصر، فساكن في شارع مصري، فموجود فيه كلاب، مفيش مشكله خالص. بس كانت المشكله ان الكلاب بتعمل لي، بتضايق ابني مثلا وانا طالع البيت، يخايف منهم، بيجري. بعض الجيران المحترمين بيجيبوا اكل وبيحطوه، فالاكل بتقعد تاكل وتبهدل المدخل قدام البيت. طبعا بيأذوا العربية، بيطلع الكلب فوق العربية، بيخربش السقف، بيخربش العربية. فالكلب يعني الكلاب بتعمل لي مشكلة يعني. فكنت بتصرف انا ازاي؟ بجيب شطة عادي يعني. كان حد اقترح عليا، كنت بفكر اول في الفلفل الاسود بس عشان تكلفته غالية طبعا، فحد اقترح عليا قال لي لا يعني هات الشطة. الشطة برضو ريحتها نفاذة، فالكلب مش هيرتاح في المكان اللي فيه شطة. فطبعا كنت بجيب الشطة وارشها، ارشها قدام مدخل العمارة، ارشها حوالين العربية وهكذا. حد من الجيران الموقرين يعني، راجل ومراته كده، شايفيني، فبيقولوا لي، فلقيتهم شايفيني عمال برش كده، فبصوا للبواب بيعمل ايه، فقال لهم ده بس بيرش شطة عشان الكلاب. فالراجل بدقن وجلابية كده يعني، راجل محترم يعني وقور يعني، فبيقول لي حرام يعني الكلب ونخير وبتاع. فكان رد عليه بسيط جدا يعني، قلت هو حيوان، انا بني ادم، فيعني نرفق بالحيوان ما عنديش مشكله خالص، بس برضو لازم نرفق بالبني ادم يعني. انا برضو الكلب ده بيأذيني وبيأذي الاطفال، ابني بيبقى خايف وهو طالع البيت يعني، فدي حاجه يعني. وفي نفس الوقت هو حيوان، انا مش بأذيه نفسيا، مش ماسك عصيان وبجري وراه بضربه يعني. ده مجرد هو عقله، مجرد ما يشم ريحة ما تريحوش، مش هيقعد في المكان اللي فيه الريحة ديت يعني. فطبعا الموقف ده حضرني مع الحادثة اللي حصلت في حدائق الأهرام امبارح يعني. فبجد عندي رسالة مهمة قوي يعني للناس كلها. مهم جدا ان احنا نبقى عندنا رحمة ورفق بالحيوان، بس في نفس الوقت بما لا يؤذي الإنسان يعني. بس كده، يلا صباحكم فل.